خلونا نبدأ القصة. قوانين الاستماع كما العادة، البس السماعات واجلس في مكان هادئ وبعيدا عن الضوضاء. اطفئ الأنوار طبعا، وكنت منا لكم أقصى درجات الرعب. ويلا نبدأ. قصص رعب وارتعاب، هلع وفزع، مع القرشي حمادة. لكل قصة إفادة، إن لم تستوعبها فعليك بالإعادة. السلام عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم حمادة من قناة الراوي ستوريز في قصة جديدة. نتمنى قبل ما نبدأ هذه القصة تعملونا اشتراك في القناة، لمازال مشترك تفعيل الجرس باش يقدر يوصل لكم كل جديد، وما تنسوناش باللايك. ورمضان كريم. السحر العنوان عنده معاني بزاف، وكاينين قصص كتير على الناس اللي كيديروا السحر، من النساء والرجال لأعراض معينة باش يقدروا يضروا بها الناس خرين. فمثلا المرأة تقدر تسحر لرجلها، والراجل يقدر يسحر لمراته. الأم باش تبعد ولدها من شي وحدة هو تيبغيها، والراجل يسحر لصاحبه باش يطلق مرته. هادشي كامل واللي غادي تسمعوه في هاد القصة واقعي وحقيقي 100%، وخا هو قريب للخيال حيت ما مجربوش وما نتمنى حتى شي واحد يجربو. قبل ما نبدا هاد القصة بغيت نقول لكم ان الساحر كيفاش حتى كيولي ساحر كيفوت بواحد المراحل اللي غادي نذكروها دابا. اولا خصو يكون عنيد وعنده اصرار، وما تكونش عنده الحشمة ولا الضمير، وما عندوش احساس بالرحمة ولا الشفقة. يكون عدو لكل اذيان، ويكون مستعد انه يدير اي جريمه ويكون بحال الزباله حاشاكم. يعني حوايجو يكونوا ديما مسخين، ويتحرم على الجسم ديالو الماء والصابون، وتكون الريحه ديالو خانزه ديما. ديك الساعه غادي يقدر يشوف المخلوق اللي لعنه الله اللي هو الشيطان. اولا خاصو يكون عنيد، عنده كتب ديال السحر غاليه، ويخرج بالليل ويمشي لشي بلاصه مهجوره، دار ولا خربه او فيها الزباله او حتى حمام. المهم يمشي لبلاصه اللي يكون فيها الشيطان، يبدا يحيد حوايجو فيها كلهم، يرسم دائره من وسطه ويرسم في وسطها واحد طلاسم واسماء وشياطين، ويجيب اي حاجه فضه ويشوهها ويوسخها ويحطها في وسط ديك الدائره. يجيب نوع خاص ديال الحبوب ويحطه في وسط شي تبصير ولا اي حاجه، من بعد يتحنى في وسط ديك الدائره، ومن بعد يبدي يلغى الأسماء ديال بعض الشياطين مكتومة في الطلاسم. هنا وفي هاد اللحظة غادي نقول لكم أنه ولا دابا ساحر، وكفر بالله. كيحكي محمد وكيقول: أنا محمد، 24 سنة، موظف في شركة السياحة. من بعد ما ساليت قرايتي بغيت واحد البنت كانت معنا في الشركة، كان سميتها سارة. دوزنا قصة حب طويلة حتى قررت أنني نمشي لخطبها، ولكن كان خاص نتشاور مع الوالدين ديالي والعائلة ديالي. في الأول استغليت الفرصة نهار الجمعة فاش كانت العائلة كلها مجموعة، قلت لهم أنا قررت أنني نخطب. كل شي فرح، ماما فرحت بزاف، قالوا لي مبروك عليك. لكن مرات خالي قالت لي أنا كنصحك أنك تستنى شوية. بابا قال لها علاش، راه عنده 24 سنة، راه خاصو يتزوج وبركة عليه. دارت عندي وقالت لي: وانت من امتى انت كتعرف هاد البنت؟ واش كتعرفها مزيان؟ قلت ليها اه، وزيد انا اللي نقرر مع من نكون. واحد شويه ناضت، خلات الجلسه، ماما قالت لي وقيلة تقلقات حيت كانت باغياك لبنتها مروه. قلت ليها انا اصلا ما تنفكرش ببنت خالي. مهم قالت لي مبروك عليك ولدي، وقالت لي فوقاش نمشيو نخطبوها عليك. قلت ليها ان شاء الله نهار الخميس الجاي. قالت لي مبروك.
جلست انا تنوجد راسي، كنت فرحان بزاف. جا نهار الخميس، اصلا حنا كنا غادين باش نتعرفوا على دار العروس، ومضات معي العائله كامله. وصلنا لدار ساره وكان الناس كلها فرحانه. الصراحه ديال الناس تقبلونا مزيان، الهضره مع الاب ديال ساره كانوا ناس ظريفين بزاف صراحه. الاب ديال ساره وافقوا الحمد لله وبكل سرعه، وطلب غير ان الله ييسر لنا الامور. لكن اللي بان ليا هو ان مرات خالي ناضت وجرات عند ساره لجنب وقالت لها لبسي هذا الخاتم وبغيت نشوفه فيك، غادي يجي معك. ساره لبساته، قالت لها هذا الكادو، هذا كادو من عندي. الصراحه الخاتم كان بالنسبه لي حاجه زوينه درتو مرات خالي. داز النهار كله على خير، وبالليل ساره اتصلت بيا وكانت فرحانه بزاف. شحال وحنا كنهضروا ونهضروا، في لحظه وهي تقول لي محمد بغيت نقول لك شي هضره ولكن ما تقلقش مني. نتقلق منك؟ علاش؟ الصراحه الخاتم اللي جابته لي مرات خالك ما عجبنيش، مكتوب عليه شي حروف مخربقه وما كانتش مفهومه. أودي مزيان أنا جابته لك، الله يكتر خيرها. هاويلي فين مشى الخاتم؟ أنا عاد كنت حطاته هنا وكنت كنشوف فيه وكنت كنهضر معاك، كنت حطاته حدايا. سارة واقيلا سمعتك وجات وخداتو منك. سارة سارة إلا واحد شوية صوت سارة تقطع. سارة سارة وصراني غير كنضحك معك، وفين سارة 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 سارة؟ ما تنسمعت شي حاجة، قطعت وعاود صونيت لكن والو ما كتجاوبش. انا في هاد اللحظة صونيت على باها، والساعة ديك الساعة كانت كان مشى الحال، ما لقيتش شي حل اخر صراحة، لان الحالة كانت غريبة وما عرفتش، حسيتها كانت متوترة وكأن شي حد كان جالس معاها، ولكن غير بغيت نتأكد. الو الو محمد ولدي؟ اسمح لي عمي. مالك ولدي؟ ولكن راني كنت كنهضر مع ساره وفي لحظه ما بقاتش كتجاوب. الله يخليك، شوفها واش راها مزيانه. ايه راه في بيتها. بلاتي بلاتي نمشي نشوفها لك، خليك معايا خليك معايا شويه. ساره 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 نوضي نوضي ساره ساره. كنت كنسمع صوته كيلغي لساره. ساره ساره نوضي يا بنتي ساره. وسمعت الام ديالها تتغوت، انا تخلعت، جيت لبست حوايجي ونزلت ومشيت لعندهم للدار. تندق وتندق وتندق والو ما كتجاوبش، حتى لواحد اللحظه هما يخرجوا الجيران وخرجوا قالوا لي انها داوها الكلينيك. كلينيك شنو كاين يا ربي؟ مشيت لعندهم ولقيت الاب ساره والام ديالها والناس من العائله ديالهم، وقلت لهم اش واقع عمي؟ اش واقع؟ ياك لاباس، عاد كانت كتهضر معايا مزيان. ولدي شنو وقع؟ ياك ما قلت لها شي حاجه؟ يا عمي والله ما كنت كنقول لها حتى شي حاجه، كنا كنضحكوا كنا فرحانين، الا في لحظه ما بقاتش كتهضر معايا. ما عرفتش ولدي، لقيتها طايحه في الارض، يديها تيسل منهم الدم بزاف، وكان الدم في الاصابع ديالها، والاصابع ديالها كلهم زهرق. والمصيبة أن الدكاترة كلهم ما عارفين شنو واقع عندها. هنا مشيت الغرفة ديالها ودخلت، لقيت تحت عينيها كحل بحال أنها مضروبة والأصابع ديالها كلهم زرق. الله يخليك الطبيب، دير شي حاجة، دير أي حاجة. كيفاش؟ مالها؟ شنو واقع ليها؟ سيدي ما عرفناش شنو عندها. كيفاش ما عرفتو شنو عندها؟ وعلاش نتوما بالسلامة شنو كديرو هنا؟ اسمعني يا سيدي، راه كاينين ناس مختصين أكثر منا، سيروا ديوها عندهم،
او ديوها لشي مستشفى اخرى. هادشي اللي كان هنا عندنا. خرجناها وجلسنا تندور بها بالمستشفيات والكلينيكات كلهم، ولكن حتى شي حاجه ما كانت كتغير. حتى شي واحد ما عرف شنو عندها، لكن واحد الطبيب قال لنا ديوها لشي فقيه. ديناها للدار وباها جاب ليها واحد الفقيه اسمه الشيخ القراء، قرا عليها. الا في لحظه فاقت، لكن فاقت وحده اخرى بدات كتكسر اي حاجه قدامها وبدات كتقبش في راسها. صار ولات وحده اخرى والفقيه ما عرف ما يدير معها. امها وباها بقاو غير كيبكي وحدها. وفاش فاقت قالت مالكم؟ شنو واقع؟ وشكون اللي قمشني بحال هكذا؟ هاويلي محمد انت انا حبيبي. وهي كتكلمني بقات فيا بزاف. كنت باغي نبكي ولكن ما قدرتش، ما بغيتش نبين ليها باللي كاينه شي حاجه غريبه. ساره عقلتي فاش كنت كنهضر معاك التليفون؟ عاقله. واش عاقله شنو وقع هذيك الساعه؟ كنا كنهضروا ومن بعد ناست خطره وحده، بقيت عاقله على راسي. ما عقلتي لا حتى شي حاجه اخرى؟ لا. علاش؟ هكذا القران قري فيه. بعدوا مني ما بغيتش. علاش ما بغيتيش تقراي؟ انا اصلا ما كنبغيكش. اشنو كتقولي يا ساره؟ هنا سكتت شويه ومن بعد قالت شنو بابا قلتي لي شي حاجه؟ بابا كان شي واحد كيسولني واش عاقله على شي حاجه وقلت له لا، ولكن ساره قلت لك انا قري القران. شنو؟ ما سمعتكش. شنو قلت لي؟ قلت لك قري القران. واخو تراني ما كنسمع والو. قلت لك قري القران، واش تسمكتي ولا؟ نطقت ماما وقالت اويلي بنتي مشات. اشنو وقع ليها؟ ماما هاني ما بيا والو، غيعي انا شويه. كيف زعما سمعتي ماماك وانا ما سمعتينيش؟ حيت انت اصلا كلامك ما كانش واضح. انا بقيت تالف ما عرفت شنو ندير. امي وقيلا خصنا نجيبو لها شي فقيه اخر. واخا ولدي انا غادي نشوف. مشيت من عندهم ومشيت للدار وباقي مقلق. دخلت البيت وبغيت نبدل حوايجي، لكن ملي جيت نشوف ما لقيتش التيشيرت ديالي، وانا متاكد كنت حطيته قبل ما نخرج. سولت امي كان هنا واحد التيشيرت حطيته قبيله، واحد تيشيرت كنت حطيته هنا ما شفتيش؟ كان هنا ولدي؟ كنت حطيته هنا فوق الفراش واش غسلتيه؟ لا ولدي اصلا ما خدمتش هنا شي اليوم. ايوا فين غادي يكون مشى لي عاود؟ ما عرفتش ولدي. غير قلب راه يكون هنا ولدي. صافي الوالدة غادي نلبس شي حاجه اخرى. المهم نهزت وبالصدفه لقيت جنبي مرايه اللي في البيت ديالي بحال الا مشقوقه، والباب ديال البيت ديالي مسدودة. انا ما شايف والو، ولكن سامع شي صوت وهو تيتسد غير بشوية. من ورا الباب انا شفت شي حاجة طويلة عطياني بالدار. انا قلت يمكن هادو غير الحوايج اللي كانوا معلقين من ورا الباب، ولكن هذا شي حد واقف. انا بصراحه خفت انني نحط يدي ونشعل الضوء ونشوف داك الشيء اللي راني خايف نشوفه. جلست وقرمست على الفراش وحاولت ندقدق مزيان، لقيت شي راس كيتهزس وتيتحط بالزربه. هنا صافي شدتني الخلعه ديال بصح، رجعت نحسب
وتغطيت وغطيت وجهي، لكن حسيت بشي حاجة تجبد الغطاء، وفعلا الغطاء بدا كيتجبد بشوية بشوية. أنا تنحاول نجبده ولكن والو، بدون فائدة. الغطاء كله تجبد ونزل على الأرض. حسيت بهواء من ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم اني اعوذ بك من همسات الشيطان. اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم اني اعوذ بك من همسات الشيطان. ما بقيتش خايف نشوف من ورايا. انا قدام الباب، ما غاديش نرجع للور، وغادي نجري عند الباب باش نحلو. وفعلا جريت على الباب، وانا نجري الا صدمت على حاجه وما عرفت شنو هي. لكن حسيت بحال شي جسم تحت الارض، ونط وجريت على برا. شعلت الضوء اللي برا وجبت المصحف وبقيت كنقرا فيه الليل كامل. هادشي اللي شفته راه بزاف، ولا يقدر يكون تعديت من ساره. لا 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 لا، يا ربي شنو هادشي اللي كنقول؟ كان الأب ديال سارة كان كيتصل بيا. سبحان الله، عاد كنت كنفكر فيها. وباها قال لي ولدي محمد، اجي ولدي للدار دابا، الله يخليك في الساعة ما تعطلش. بدون ما سألته كروشيت التليفون ومشيت لعندها للدار. وانا طالع في الدروج سمعت صوت سارة وهي كتغوت، دقيت وباح لي الباب ودخلت. شوف ولدي، كل حاجة وليها نهاية، وسارة دابا ما بقاتش سارة، ولات وحدة اخرى. كيفاش؟ من بعد هادشي كامل قنسمح فيها؟ لا ما يمكنش. لقيت سارة خرجت من الكوزينة ورجليها ما قايسينش الأرض، ودخلت الحمام. عمي، ياك سارة قلت لي راها في البيت، ايوا شكون اللي دخل الحمام؟ شاف من وراه وقال لي فينا ولدي، الحمام ظالم، اصلا الحاله ديالها ما كتسمحش انها تخرج من الفراش. والله العظيم الا دخلت الحمام انا شايفها بعينيا. ولدي اجي تعال معايا، بغيت نوريك واحد الحاجه. فتح الباب ديال البيت بكل هدوء. لقيت ساره ناعسه وماماها جالسه جنبها. شفت يا ولدي؟ انا بقيت كنقول مع راسي، واش حماقيت ولا شنو؟ بنتي ليا ولدي عيان. لا انا مزيان. هنا ماين سارة نضت من الفراش وجات واتجهت لعندي وقالت لي يا محمد، سارة فاش تتكون في حالتها تتبقى تعيط عليك، ومن بعد كترجع لحالتها. علاش من بعد كترجع لحالتها؟ ملي كنرشو عليها داك الماء اللي مقروا عليه بالقران. واخا خالتي فيقيها. انا ما كنتش محتاج نقول هذه الكلمه، لانني فعلا لقيت ساره فاقت مره واحده، وشدات شعرها وتتاكل في يديها بحال الا كتاكل اللحم، وكتعضو بلسانها وكانها كتتبنن اللحم طري، وكان الشعر ديالها كيتقطع. والام ديالها شدات يديها وحاولت انها تسيطر عليها. ناضت وجرات وطاحت في الارض. انا جريت باش نشدها، لكنها شدات الموس اللي كانت كتقشر بها الليمون ما وحطاته على رقبتها. ما قديت حتى نشد لها يديها. ساره كانت كتشوف فيا والدموع في عينيها، وكانت تقريبا سارة رجعت لحالتها. سارة كتسمعيني؟ اعطيني داك الموس.
الله يخليك أسارة، ما تصوريش كلشي غادي يكون بخير، غادي ترجعي الحالة ديالك، أنا معاكم غاديش نخليك وكنبغيك، وغادي نديرو العرس اللي كنا باغيين نديروه، وكاع داكشي اللي بغيتي غادي يتحقق. عطيني الموس، الله يخليك، عطيني الموس سارة، تهدني كلشي غادي يكون بخير. يا سارة هاري الموس. لكن وللأسف سارة دوزات الموس على رقبتها وطار الدم على وجهي. دم سارة حبيبتي واللي كانت غادي تولي مراتي، انا من بعد هذا المنظر طحت على الارض من كثرة الصدمة، ما بقيت سامع والو، باقي عقل كنت كنشوف فيها ويا الروح ديالها كتطلع وحتى هي كتشوف فيها، حتى الاخر نفس فيها. سارة ماتت، احسن حاجة في حياتي ماتت، وقدامي قدام عيوني ودمها نشف على حواج بي. انا كنت جالس في العزاء وما حس بوالو وجالس تنفكر فيها، فسر العزاء الاب ديال سارة جا وقال لي خذ محمد هاد الخاتم ديال سارة حبيبتك اللي عطاتو ليها مرات خالك. قلت فراسي شنو غادي ندير به، لكن عمي انا شنو غادي ندير به، مشات ودات كلشي معاها. انا اللي شنو غادي ندير بها ولدي، يمكن يفكرك بها. فعلا خديت الخاتم، كنت جالس تنفكر علاش هاد الشي وقع ليا، وخير فاش قررت نخطبها اكيد شي واحد دار ليها شي حاجه، ولكن شكون؟ من بعد مرور ايام جاتني واحد الفتره كنت ماشي طبيعي، كنت كنشرب الماء غير بالسيف وتنعس بزاف، حتى في الخدمه ديالي كنت كنسى بزاف، وكنت كنتكلم وانا ناعس، وكنت كنشوف شي ناس كيشبهوا لي في الدار،